وقال ابن القيم رحمه الله: يقول الشيطان لأبنائه: قوموا على ثغر اللسان في ابن آدم، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالوا بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم، يقول ابليس لأبنائه. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. يقول إبليس لأبنائه: فالرباط الرباط على هذا الثغر، يعني على ثغر اللسان من الإنسان، أن يتكلم الإنسان بحق أو يمسك عن باطل. وزينوا لابن آدم التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار. فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. وأوصيكم بوصية فاحفظوها. يوصي إبليس بنيه فيقول: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب من